مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان النفايات الخطيرة. النفايات الخطيرة مدرب الصحة والبيئة، وللأسف هي موجودة في كل المناطق داخل المدن وفي البوادي. الرصاص، المعادن، المواد الكيماوية السامة، المواد الملوثة والمسببة لأمراض كالسرطان، كلها موجودة نتيجة استهلاك واستعمال المواد الصناعية والكيماوية. السهر على التخلص من خطورة النفايات من أولويات المحافظة على البيئة والإنسان. في مجموعة من الدول المتقدمة، كل هذه النفايات الخطيرة يعاد تصنيعها لاستخراج طاقة جديدة سهلة الاستعمال. لتنظيم تدوير النفايات الخطيرة، تم تطوير منظومات ومسالك تسمين هذه النفايات حسب نوعها، باعتبار أن كل نوع يستلزم تدابير خاصة به. شنو هي استراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث الناتج على النفايات الخطيرة؟ تم وضع مخطط لتدبير النفايات الخطيرة وترسانة قانونية من أجل وضع تدابير خاصة بالجمع ونقل وتسمين هذه النفايات، وذلك من أجل جعلها تعمل بتراخيص مسلمة من طرف الوزارة. يعني أن أي شخص كيعمل على جمع أو نقل أو تسمين هذه النفايات لازم عليه يحصل على رخصة من طرف الوزارة، وذلك للحد من الطرق العشوائية التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.